لك ايه يا ابو سماح، البت خلصت الاعدادي والنتيجه بتاعتها طلعت وما شاء الله جايبه نتيجه حلوه، هتعمل معاها ايه؟ هتقدم لها في ثانوي ولا في دبلوم ولا هنعمل ايه بالظبط؟ بقولك ايه، لا دبلوم ولا ثانوي، هو حلو كفايه عليها لحد كده. وبعدين هي البت مسيرها في الاخر لايه؟ لبيت جوزها. حلو عليها الشهاده اللي معاها الاعداديه وتقعد بيها على كده، عندنا اتنين غيرها عايزين نعلمهم. ماشي اللي انت شايفه يا حاج، اهي في المرة برضو تساعدني في شغل البيت وتساعدني يعني في تربية اخواتها، انا باجي من الشغل مهدودة ومش قادرة اقف على رجلي ولا اعمل حاجة. السلام عليكم، انا سماح، عندي 23 سنة، اتولدت واتعشت واتربيت في بيت الاب اللي فيه انسان مهمل، كل همه في حياته مزاجه وبس، ما كانش يعرف عني انا واخواتي حاجة، ولا عمره في حياته اهتم بينا، ولا عمره في حياته صرف ولا اشتغل. اللي كانت بتكافح علينا وبتصرف علينا وبتشتغل هي كانت امي، لحد زي ما انتم ما شفتم وصلت للمرحلة الاعدادية، وساعتها ابويا قرر ان هو يقعدني، وكان كفاية عليا لحد كده، وده بحجة ان البنت في الاخر مسيرها للجواز، وانا اصلا ما كانش فارق معايا، الموضوع بالنسبة لي كان محصل بعضه. ومن ساعة ما قعدت في البيت وانا العرسان بدأت تدق بابي، لكن انا بالنسبة لي كان على جثتي ان انا اتجوز اي حد، ولا اتجوز واحد شبه ابويا، ولا في خصلة واحدة من اللي فيه. وفضلت مصممة على رأيي في رفض كل العرسان اللي بتجيلي لحد ما تميت 20 سنة، لحد ما قابلت شريف في مناسبة من ناحية اهل امي، وبعدها جيت قدم لي هو وامه واخته، وفي اليوم ده قعدت انا وهو قعدة تعارف علشان نتكلم، وكان اول سؤال مني ليه اشمعنى انا يا استاذ شريف، اشمعنى انا اللي تقدمت لي، وايه اللي شفته فيا يعني خلاك تيجي لحد هنا؟ بصراحه يا نسا سماح، ساعه الجواز كل القوانين بتسقط الا قانون القلب، وانا من اول مره شفتك فيها وانا ارتحت لك، وحسيت بصراحه ان انا عايزه اكمل معاكي. ويا ترى بقى قانون القلب بتاعك ده معرفك ان انا معيش غير شهاده الاعداديه، وهو انت محاسب قد الدنيا؟ ايوه طبعا اكيد اعرف، بس الموضوع ما يفرقش معايا، انا اهم حاجه عندي في الاول وفي الاخر هي اخلاقك اللي الدنيا كلها شهدت بيها. طب وبالنسبه لاهلك، يعرفوا موضوع ان انا مش مكمله تعليمي؟ هم ما سالوش، وفي الاخر برضو مش هيفرق معاهم، انا اهلي ناس طيبين، واهم حاجه عندهم سعاده ابنهم. كلامك كله كويس جدا، بس بعد اذنك انا حاجه هتريحني ان امك وابوك واختك لازم يبقوا عارفين حاجه زي كده، علشان ما يجوش بعد كده يعايروني بان انا ما عرفتهمش او ان انا معايا شهاده اعداديه وبس. وخلصت انا وهو كلام وخرجنا من الاوضه وقعدنا معاهم في الصاله، واول ما قعدت كنت مقرره ان انا اعرف ام واخت موضوع تعليمي، وقلت لهم بعد اذنك يا طنط، انا كنت بس حابه اعرف حضرتك ان انا وصلت في تعليمي للشهاده الاعداديه، وان انت زي ما انت شايفانا عيله بسيطه، فكنت حابه اسمع رايك في الموضوع ده. اللهم بارك يا حبيبتي، شهادة إعدادية إيه اللي بتتكلمي عليها؟ أنا أهم حاجة عندي أخلاقك وابني شهدلك بيها، وبعدين أنا إيه اللي هيهمني في الدنيا غير سعادة ابني يعني؟ وأخته ردت وقالت لي على فكرة يا أنسة سماح، أنت في نعمة كبيرة قوي، اوعي تفتكري أن أنت عشان ما كملتيش تعليمك دي حاجة مش كويسة، أنت نعمة أنك بتعرفي تقري وتكتبي، عندك نعمة حلوة قوي مش عند ناس كتير، واحمدي ربنا عليها. ساعتها قطع تفكيري شريف وهو بيقول لبابا يا عمي انا يشرفني طبعا ان انا اتقدم لبنت حضرتك، وعايز اسمع طلباتك، وامتى ممكن تكون جاهز للفرح؟ ابويا ساعتها رد وقال له والله الفرح بعد شهر عادي مفيش مشكله. طب وبالنسبه للشبكه يا عمي؟ الشبكه ايه، مش مهم شبكه. ساعتها امي غمزت له وقالت له ازاي يا حاج مفيش شبكه، حته دبله حتى نقرا عليها الفتح. خلاص خلاص يبقى هات لها دبله. كنت مستغربة أبويا ليه بيبيعني بالرخيص كده، وفعلا قرينا الفاتحة وهم قاعدين، وبعد ما مشيوا قعدت أزعق معاه وأقوله هو للدرجة دي أنا رخيصة بالنسبة لك يا بابا؟ للدرجة دي زهقت مني وعايز ترميني؟ في عروسة في الدنيا بتتجوز من غير شبكة؟ في عروسة في الدنيا يتحدد دخلتها بعد شهر وهي ما جابتش خيط في إبرة؟ أنت يا بت ما تتكلميش مع أبوك بقلة أدب كده، أنت بتعلي صوتك عليا يا قليلة الرباية، ما انت صحيح ما تربطيش. وكان هيمدي ايده عليا لولا وقفت امي بيني وبينه، ولقيتها بتقوله
ما هو اللي انت بتعمله ده يا جمال ما ينفعش. يعني ايه بنتك تتجوز من غير شبكة؟ بقى الواد يقول لك اجيب شبكة تقول له لأ حتة دبلة. وبعدين فهمني هنا، دخلت ايه اللي بعد شهر وانت ما جبتش لبنتك كوباية بلاستيك؟ اجي بس على نفسك، الجهاز بتاع البت ممكن الصبح تجيبيه، هاخدك من ايدك ونطلع على معرض الحاج صلاح، اهو بيتجوز كل عرايس البلد، هيجيب لك جهازها وانت هتمضي له على كام كمبيال، على كام وصل امانه هتسدديهم كل شهر من مرتبك، وهتغور ونشوف غيرها، ما لسه على قفايا بنتين. ماشي ماشي يا جمال، انا هعمل اللي انت قلته، بس مش علشان خاطرك، علشان خاطر بنتي الغلبانه اللي انت كسرت نفسها قدام اهل عريسها وحددت ميعاد وانت ما تعرفش اي حاجه في اي حاجه. ولولا ان انا كبيره في السن وعندي بنات على وش جواز ومش عايزه من الناس تسمع بيا كنت قلت لك كلام غير. بقولك ايه، انا شارب سجارتين فما تطيرهمش من دماغي، يلا غوري من وش انت وبنتك دي. وساعتها امي خدتني الاوضه جوه ولقيتها بتقولي بصي يا سماح يا بنتي، انا مش هخليكي تتجوزي ناقصك حاجه، وكل اللي في مقدرتي انا هعمله، بس انا هطلب منك طلب واحد، اياكي يا بنتي تجيلي في يوم غضبانه او زعلانه من بيت جوزك، ولازم تبقي عارفه ان جنه جوزك احسن الف مره من نار ابوكي والعيشه معاها. لازم تحافظي على بيتك يا بنتي، تحافظي على بيتك وجوزك، ولازم تبقي عارفه ان انا هعمل كده علشان اسطرك وتطرحمي بقى من العيشه اللي انت عايشاها دي. قلت لها يا امي بس ده كسر بنفسي قدام اهل جوزي او اهل خطيبي زي ما انت ما بتقولي، يرضيك اللي عامله ده يقولوا عليا ايه بقى، ان انا رخيصه وانتوا بايعيني؟ يا بنتي اهل شريف شكلهم ناس طيبين ومحترمين وهيعدوا وهينسوا كل حاجه، ادعي بس ربنا يجعل لك فيه الخير قدام ان شاء الله. وعدت الايام واتجوزت انا وشريف، وكان نعمه الزوج، واتجوزني في شقه ما كنتش احلم ان انا اتجوز في واحده زيها، ما خلاش الشقه ناقصه حاجه ولا خلاني محتاجه حاجه، وعشت معاه فعلا اسعد الايام. حتى حماتي ما جاتش في مره طلبت مني ان انا انزل، وما نزلتش بعد الجواز الا بهوايه. واول ما نزلت تحت كان شريف طلب مني ان احنا نقعد ونتعايش معاهم وناكل ونشرب معاهم لانه ابنهم الوحيد، وانا طبعا ما اعترضتش، بس كان في حاجه كده بتضايقني مع حماتي تحت بعد ما قررت انزل واستقر شويه معاها. لما كنت اجي اتكلم معاها مثلا واجي اضحك بصوت عالي الاقيها تقول لي هدي صوتك يا حبيبتي، ما ينفعش صوتنا يبقى عالي والجيران تسمعنا، وبعدين علشان نور بتذاكر جوه. ولما كنت مثلا ادخل المطبخ واغسل المواعين او اروق واشغل شويه اغاني زي ما كنت متعوده في بيت بابا الاقيها تقول لي بعد اذنك يا حبيبتي ممكن توطي صوت الاغاني، لان يعني الناس مش متعوده ان صوت الاغاني ده يطلع من عندنا، وكمان علشان نور داخله على امتحانات وبتذاكر. كنت في الجوايا اقول هو ايه القرف ده، هما هيعيشوني على مزاجهم، ولا هو كل شويه ست نور بتذاكر ست نور بتذاكر، ولا هي هم قصدين يعايروني ولا ايه بالظبط؟ لا ما هي مفيش عيشه مثاليه كده. وكنت اهري وانكت في نفسي من اللي حماتي بتعمله، كل حاجه عندهم كانت بالقانون وبالاتيكيت، الصحيان بميعاد، النوم بميعاد، الاكل بميعاد، ايه العيشه دي؟ لا ما هي مفيش ناس نظيفه قوي كده. وعدت وكنت بستحمل، بس كنت بشوف تصرفات بينهم كانت بتخليني اغل من جوايا. يعني بعد ما اعمل الاكل كانت نور متعوده دايما تخش تعمل قمصان في حلويات، وبعد ما تقدمه لامها وابوها الاقي ابوها بيقول لها تسلم ايدك يا ست البنات، الصنف ده حلو قوي بجد، انت بتعملي احلى اكل. كنت ببقى مسامع الكلام ده ومتغاظه، ده انا عمر مره ابويا ما شكر في حاجه عملتها، ولا لما حد فيهم كان بيتعب كانت الدنيا كلها بتنقلب علشان خاطره. وكلكم واللي انا سمعته من حماية لحماتي في يوم وانا واقفه في المطبخ وهم مش واخدين بالهم كوم تاني، لقيت حماية في اليوم ده بيقول لحماتي تصدقي يا ام شريف البت سماح دي طلعت طيبه قوي بجد، انا ندمت اللي انا في يوم ما كنتش موافق عليها. عشان تعرف يا ابو شريف ان الشهاده العليا مش كل حاجه، البت طيبه واخلاقها حلوه، ومن ساعه ما دخلت البيت هنا وهي شايلانه على كفوف الراحه، وكل اللي على لسانها طيب وحاضر، فعلا هي تستاهل كل خير، وشكلها بنت حلال، وهقدينا عملنا فيها صواب ورحمناها من ايد ابوها المحشش ده. وبعد ما سمعت حماية وحماتي وهم بيتكلموا عليا كده، ولعنت الظروف اللي خلتني رخيصة في وشهم بالشكل ده، وبقيت اكرههم،
لاني فعلا اتاكدت ان انا بالنسبه لهم ولا حاجه، وان هم شايفيني اقل منهم، وان انا مجرد خدامه ليهم في البيت، وبقيت حرفيا لا طايقهم ولا طايقه تصرف اي حد فيهم. وعدى على الموقف ده كام يوم وانا اصلا مش طايقه نفسي. وفي اليوم ده نور اخت شريف كان اخر يوم ليها في الامتحانات، وكانت داخله علينا ولقيتها بتقول: بلكوني بقى، انا النهارده كان اخر يوم ليا في الكليه، واوعدكم ان شاء الله التقدير بتاعي على الاقل هيكون جيد جدا او امتياز. فشريف رد عليها بضحك وقال لها: بس يا ست البنات الفرحه دي، يقول كده انك جايبه الشهاده في ايدك، ايه الفرحه اللي على وشك دي؟ بصراحه كده يا ابي شريف، اصل الموضوع مش موضوع امتحانات بس. بعد اذنك يا بابا، محمد اخو صاحبتي الباشمهندس محمد كان يعني طلب من صاحبتي وكده ان هو ياخد ميعاد من حضرتك علشان يجي يتقدم لي، فانا كنت حابه اعرفك يعني. ينور يا بنتي ويانس في اي وقت، بس هو شغال ايه؟ هو باشمهندس يا بابا، ومحترم جدا بصراحه. فشريف قال لها: محترم بقى ومش محترم سيبيها لي انا، ممكن تجيبي لي اسمه بالكامل وانا اسال عليه؟ حاضر يا ابي شريف، هبقى اكتب لك اسمه بالكامل. بعد اذنك يا بابا، ممكن تبقى تديني ميعاد ادي النيره صاحبتي علشان ينورونا في اي وقت؟ من عينيا يا حبيبتي، بس اما اخوك يسال عليه الاول. وفعلا بعدها بيومين كان شريف سال عليه واتاكد ان هم ناس محترمه واغنيه جدا، وهو باشمهندس قد الدنيا واخلاقه لا غبار عليها. وفعلا ادوهم ميعاد يوم الجمعه وجم، وكانوا في القعده كان هو ووالدته واهل شريف كلهم. وسمعت الحوار اللي ضربينهم كلهم لما كان ساعتها الباشمهندس محمد بيقول لحماية: بقول لك ايه يا حماية، ده لو تسمح لي اقول لك يعني الاسم ده، انا طبعا يشرفني جدا ان انا اطلب ايد الانسه نور، فكنت حابب من حضرتك اعرف ايه هي طلباتكم، وعايز اعرف انت ممكن تدينا فتره خطوبه قد ايه. مبدئيا يا ابني كده بنتي مش هينفع تتجوز قبل سنه، بيتهيألي دي المده الكافيه علشان تقدروا تعرفوا بعض، وانا كمان اقدر اجيب لبنتي كل اللي نفسها فيه، وما اجيب لهاش حاجه وحشه واجيب لها احسن حاجه في الدنيا. بس بيتهيألي يا عم المده دي طويله شويه. لا يا ابني، هي دي المده المناسبه علشان تقدروا تعرفوا بعض. طب وبالنسبه للشبكه يا عمي؟ يا حبيبي الشبكه دي هديتك للعروسه، اللي ربنا يقدرك عليه هاته، وفي الاول وفي الاخر دي هديه وانا ما اقدرش اتكلم فيها. كنت بسمع الكلام ده وانا واقفه جوه وانا هتجنن بقى، هو عمال يعزز في بنته وحاطط رجل على رجل وبيطلب اللي على مزاجه، اما انا ابويا رماني برخص التراب بحته دبله ما تسواش ثلاثه تعريفه. هي دي الاهل ولا بلاش؟ ما لازم يشوفوا نفسهم، امال انا اللي هشوف نفسي؟ وفعلا قروا الفاتحه وعملوا لها ساعتها احتفال لرب السماء. الاحتفال ده اهلي حتى ما عملوهوليش يوم دخلتي، وهي عشان بس تقرا فتحتها ابوها كان نفسه يجيب لها نجمه من السماء، وعملوا لها حفله كبيره قوي. وبعد الخطوبه بكام يوم كان عريسها اول يوم يجي يزورها، وساعتها لقيته داخل عليها بشنط تفرش شقه كامله، هدايا وحلويات وهدوم. بقيت بقول اه يا حسرتي على اللي اتجوزت بحته دبله وابويا رخصني برخص التراب. ولقيت حماتي داخله عليا المطبخ وبتقول لي: معلش يا حبيبتي، بعد اذنك اعملي لهم كوبايتين عصير واخرجوا لهم بس على ما ادخل اصلي العشاء، عشان ما ينفعش نسيبهم قاعدين لوحدهم. قلت لها: حاضر يا ماما من عينيا. وقلت في نفسي: وكمان هتشغليني خدامه لبنتك وخطيبها؟ من عينيا، انا بقى هوريكم. وكنت حالفه لوريهم ايام اسود من شعر راسهم، وعملت لهم فعلا كوبايتين عصير جوافه وخرجته لهم. وبعد كده سبتهم وطلعت الشقه، وانا قاعده عماله اهري وانكت في نفسي من اللي انا بشوفه. بس ما فيش بعدها بشويه الا ولقيت حماتي طلعت تنادي عليا وبتقول لي: يا بنتي افتحي، عايزه اقول لك على حاجه. خرجت جري وقلت لها: خير يا حماتي، في حاجه ولا ايه؟ ما فيش يا بنتي، اتصلي على شريف، نور بطنها عماله توجعها وبقالها نص ساعه في الحمام ومش عارفه ايه اللي حصل لها. طيب حاضر، طب وخطيبها فين؟ وخطيبها مشي عشان بطنه وجعها مش عارفه ايه اللي حصل. حاضر يا ماما، هتصلك على شريف يجي يوديها للدكتور او يشوف لها اي حقنه، انزلي انت بس اطمني عليها. وبقول في نفسي: يا حسرتي يانا، علشان جالها شويه مغص وطولت في الحمام، اتصلي على اخوها يجي يشوفها ويجيب لها دكتور. اما انا كانت بتبقى درجه حرارتي 40 ووشي زي الطماطم وبموت من الوجع، والاقي الحاج جمال ابويا يقول لي:
قومي يا بت اعملي لي كوبايه شاي وبطلي مرقعه البنات دي. الناس دي مش عارفه صنفها ايه، كانهم قاصدين يحرقوا دمي. وفعلا اتصلت على شريف وجه وجاب لها دكتور وقال ان هم شويه برد في معدتها والموضوع بسيط، لكن في كل زياره كان خطيبها بيجي كان بيحصل نفس الموقف، يا اما تنام وهي قاعده يا اما تدخل الحمام تقعد بالساعه اصل بطنها عماله توجعها وبيجي لها مغص يقطع بطنها. والمشكله كمان ان خطيبها كان بيحصل له نفس الاعراض، والزياره الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه، وكل مره بيحصل نفس الاعراض، يا يناموا هما الاثنين يا هما الاثنين بطنهم توجعهم ويدخلوا الحمام يقعدوا بيه في الساعه. لحد ما في يوم حمات نور اللي هي ام خطيبها محمد جت لحماتي البيت وقالت لها: بقولك ايه يا ام شريف، هي ايه حكايه الاسهال والنوم المفاجئ اللي بتحصل للعيال دي؟ ده انا ابني بطنه بقت تتقطع، وبعدين الاعراض دي ما بتحصل لهمش الا لما بيتجمعوا مع بعض، انا خايفه يكون العيال حصل لهم حاجه ولا حد عامل لهم حاجه. لا طبعا والعياذ بالله، مين اللي هيأذيهم؟ احنا طول عمرنا في حالنا وملناش دعوه بحد ولا خلطه بحد، مين اللي هيأذيهم يعني؟ انا ساعتها استغلت الموقف وقلت لهم: لا على فكره يا ماما، فعلا انا كانت في واحده قريبتي بيحصل لها نفس الاعراض دي، وساعتها لما ابوها جاب لها حد بيفهم في الحاجات دي قال لهم ان هي معمول لها عمل وفي الاخر عالجها، بس كان بعد ايه، بعد ما سابت خطيبها ولاد الحرام كتير وما سابوش لولاد الحلال حاجه، وبعدين الناس المؤذيه كتير قوي يا ماما. ساعتها ام محمد قالت لي: طب يكبر بخاطرك يا بنتي، اسألينا قريبتك دي مين هو الشيخ ده، خلينا نروح له ويشوف ايه اللي بيحصل للاولاد. ساعتها رديت بتوتر وقلت لها: لا لا انا مش هينفع اسالها، اصلها اتجوزت دلوقتي ولو سالتها في اي حاجه جوزها هيعمل لها مشكله، وبعدين ده في بلد بعيد. طب خلاص يا حبيبتي ولا يهمك، بصي يا ام شريف، انا هسال على حد يكون كويس وبيفهم في الحاجات دي ويجي يشوف ايه اللي في الاولاد، ما هو الموضوع كده زاد عن حده. واتفقوا فعلا ان هم يجيبوا شيخ ويشوف الدنيا فيها ايه. وبعدها بكام يوم لقيت فعلا حماتي جايبه شيخ لنور في البيت، وانا ساعتها كانت بطني اللي بتوجعني وخايفه الشيف يعرف اللي فيها ويقول لهم ايه السبب في وجع بطنها، اصل ما حدش يعرف ان انا اللي كنت بحط لها ملين في العصير هي وخطيبها، وكنت ساعات ببدل الملين ده بدواء منوم علشان اكرهه في القعده عندهم. وبقيت مرعوبه ودخلت الشقه بتاعتي وقفلت على نفسي وانا خايفه الشيخ ده يقول لهم على الحقيقه. وبعدها بكام ساعه لقيت حماتي بتنادي عليا وبتقول لي: خدي يا سماحة عايزاكي. قلت لها: خير يا ماما، ايه في ايه؟ قالت لي: يا بنتي شفتي اللي حصل لنا، الشيخ بيقول ان نور معمول لها عمل وان في ناس مؤذية عايزة تفرق بينها وبين خطيبها واحنا مش عارفين نعمل ايه. قلت لها: مش معقول هو قال كده؟ قالت لي: هو ده اللي قاله وطالب منا حاجات قد كده، فبعد اذنك يا بنتي تروحي بكرة تجيب لنا الحاجات دي لانه لازم بكرة يجي ويقعد معاها تاني. ولقيته طالب منهم حاجات بتعدي ال10,000 جنيه، وفضلت أهل شريف في الحال ده كل يوم يجيبوا طلبات، وأهل البيت كلهم بيجمعوا فلوس علشان ينفذوا طلبات الشيخ اللي أقنعهم إن بنتهم معمل لهم عمل. وأنا قاعدة وبتفرج قلت: أحسن يستاهلوا وهم ناس هبل ومصدقين، يشربوا بقى. بس الموضوع زاد عن حده لأنهم بقالهم أكتر من 8 شهور في الدوامة دي، وانا بصراحه مش عارفه اعمل ايه، حاسه ان هم صعبوا عليا ونور بدات تصعب عليا من كتر ما الشيخ بيديها في ادويه وعلاج وميه وحاجات. بصراحه كنت فكرت ان انا صارحهم واقول لهم ان ايه الهبل ده، ده انا اللي كنت بحط لها مليل وان الشيخ ده نصاب، بس رجعت وقلت: لا ده ممكن يطلقوني فيها ولا يخرجوني من البيت اصلا، فسكت وقفلت بقي. بس الموضوع طول قوي، ولما الموضوع زاد عن حده قررت اقعد مع شريف واحاول اقنعه ان الشيخ ده نصاب، وقلت له: بقولك ايه يا شريف، اختك كلها كام شهر وهتتجوز، وبعدين حالتها بقت كويسه قوي، ما خلاص بقى حوار الشيخ ده. جواز ايه؟ مفيش جواز الا لما الشيخ يقول فيه جواز، وبعدين هو انت مش شايفه ان اختي اتحسنت؟ مفيش اي حاجه هتحصل الا لما هو يقول لنا مين اللي عمل السحر ده وانها خلاص اتعالجت. هي اي نعم دلوقتي تقريبا كملت علاج، بس لازم تبقى في فتره وقايه وتحصين يعني. قلت في نفسي: وقاية وتحصين وتعالجت؟
لا هي ما تعالجتش ولا حاجة، ده أنا بس اللي بطلت أحط منوم وحط مليل. إيه الهبل ده؟ سكت وقلت خلاص هم حرين بقى، لحد ما عدى سنة ونص وهم ماشيين ورا كلام الشيخ، وفجأة تقريبا كان شبع من الفلوس اللي كانوا بيدهاله وقال لهم إنها اتعالجت واتحسنت وبقت زي الفل. وفعلا بعدها اتجوزت الباشمهندس محمد اللي كان متمسك بيها لحد آخر لحظة. المفاجأة بقى إنها أول ما اتجوزت على طول حملت، وعرفنا في الشهر التاني إنها حامل في توأم. في الوقت ده بس اتصدمت صدمة عمري، لأني أنا ساعتها كنت متجوزة بقالي سنتين وما حصل ليش حمل خالص، وكنت كل ما يحصل لي حمل ما يكملش واسقط، وما كانش في حمل بيكمل معايا. ساعتها بس حسيت إن اللي بيحصل لي ده ذنب اللي أنا عملته في نوره، ومش عارفة أعمل إيه، أروح أصارحهم وأعرفهم اللي حصل وأكفر عن ذنبي يمكن يسامحوني وأبقى أحمل، ولا بصراحة كده أفكر في فكرة تانية وأخليها تسقط وما تبقاش هي أحسن مني. وهي دي حكايتي، ومستنية أسمع رأيكم. وفي النهاية أتمنى تكون الحكاية نالت إعجابكم، ما تنسونيش بلايك في القناة وباشتراك فيها. وفي النهاية أحب أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.